وتحتوي هذه الغرفة على أثاث يبدو عند الفحص الدقيق وكأنه عظم منحوت وشعر منسوج ومواد عضوية مختلفة، وهذه المواد هي من جسم البشر. يا إلهي، أمر مرعب. أجل يا زينجو، طبعا هذا المخلوق مسؤول حتى الآن عن اختفاء 7 أشخاص. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تصطي في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا تنشر الرعب فينا ولن يبقى. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito. قبل كل شيء، كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. طبعا فيديو اليوم يا أصدقاء عن SCP من تعليقاتكم، وأكثر تعليق حصد على أكبر عدد من اللايكات هو لفتاة تدعى دودو خفاشة الليل، والSCP هو SCP-002. ولا تنسوا أن تعلقوا بSCP جديد بنفس الفكرة، أكثر تعليق سوف يحصل على أكبر عدد من اللايكات سوف أقوم بالتحدث عنه. والآن لنبدأ. هذا SCP يا أصدقاء هو عبارة عن كتلة لحم كبيرة بحجم 60 متراً مكعباً، ولديه باب صغير وكأنه فتحة لصمام حديدي، ويؤدي هذا الباب إلى شقة قديمة نوعا ما ذات حجم صغير، ويحتوي أيضا أحد جدران على نافذة واحدة. وعلى الرغم من عدم وجود هذه الفتحة لهذه النافذة من الخارج، يبدو أنها نافذة مغلقة لا تطل على أي شيء، ربما يقاتل الضحك. وتحتوي هذه الغرفة على أثاث يبدو عند الفحص الدقيق وكأنه عظم منحوت وشعر منسوج ومواد عضوية مختلفة، وهذه المواد هي من جسم البشر. يا إلهي، أمر مرعب. أجل يا زينجو، طبعا هذا المخلوق مسؤول حتى الآن عن اختفاء 7 أشخاص. كما قام هذا المخلوق في الوقت الذي قضاه في المنظمة بإنشاء مصباحين من الداخل، وسجادة وتلفاز راديو كرسي وثلاثة كتب بلغة غير معروفة وأربعة ألعاب أطفال ونبات صغير محفوظ بوعاء. فشلت الاختبارات التي أجريت على مجموعة متنوعة من حيوانات المختبر في إثارة استجابة لهذا SCP، وأيضا عندما تم وضع جثث ميتة داخل هذا SCP لم تحدث أي تغييرات. طبعا يا أصدقاء، الفكرة هنا أنه إن دخل شخص حي داخل هذه الغرفة فسوف يختفي، وبدلا منه سوف يظهر أثاث ما مثل تلفاز أو حتى أريكة مصنوعة من البشر. أجل يا أصدقاء، ولكن الجثث الميتة لم تحدث أي تغيير داخل هذا SCP، فلا تتم العملية إلا من خلال إدخال البشر أحياء. والآن سوف أسرد لكم كيف تم اكتشاف هذا SCP وأين. حسنا، تم اكتشاف هذا المخلوق في حفرة صغيرة في شمال البرتغال، حيث أنه اصطدم بالأرض من السماء وكان مغطى بقوقعة من الصخور السميكة. تم الكشف عن المظهر الخارجي اللحمي لهذا الجسم من خلال الاصطدام أو بعد الاصطدام. أبلغ مزارع محلي في الموقع أو شيخ القرية بالنتائج التي توصل إليها، واكتسب هذا الموضوع اهتمام منظمة SCP عندما اكتشف عامل من المستوى الرابع شذوذا إشعاعيا صغيرا ناتجا عن الكائن، وتم إرسال فرقة تتكون من أفراد أمن من منظمة SCP بقيادة جنرال مولهاوزن إلى هذه المنطقة، حيث قاموا بسرعة بتأمين هذا المخلوق في حاوية كبيرة وأجروا اختبارا أوليا مع أشخاص تم تجنيدهم من القرية المجاورة. واختفى بعد ذلك 3 رجال أرسلوا بشكل فردي إلى هذا المخلوق، وعند اكتشاف هذه الخاصية القاتلة أصدر الجنرال مولهاوزن أمر إنهاء من المستوى الرابع لأي شهود لضمان عدم وجود معرفة خارجية بهذا الكائن، أي لكي لا يعرف أي أحد من العامة عن هذا المخلوق. وهنا بدأوا بنقل هذا المخلوق إلى المنظمة، وخلال النقل تم سحب 4 من أفراد أمن منظمة SCP لسبب غير معروف داخل هذا الكائن، حيث اختفوا على الفور. وطبعا بعد الاختبار بدا الامر كما لو ان الكائن قد نما. عده قطع اثاث جديده نمت او ظهرت داخل الشقه، وامر الجنرال فورا بطلب الاستيلاء على الفئه الثالثه لاعضاء فريق الامن المتبقيين الذين شرعوا في رفع الحاويه على سفينه شحن منتظره لنقله الى غرفه احتواء تابعة لمنظمة SCP. وبعد فصل جنرال مولهاوزن عن العمل، تمت إعادة تأمين SCP-002 بواسطة طاقم آخر من أفراد منظمة SCP، وتم وضعه في غرفة احتواء خاصة حيث يوجد حاليا، وتم منع الموظفين الذين لديهم تصريح أدنى من المستوى الثالث من الوصول إلى حاوية SCP-002 دون موافقة مسبقة من 2 على الأقل من موظفي المستوى الرابع.
والآن لننتقل إلى إجراءات الاحتواء الخاصة بهذا SCP. يجب على SCP-002 أن يظل متصلاً بمصدر طاقة مناسب في جميع الأوقات لإبقائه في وضع إعادة الشحن على ما يبدو. وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي يجب إغلاق حاجز الطوارئ بين هذا الجسم والمرفق وإخلاء المنطقة المجاورة. وبمجرد إعادة إنشاء كهرباء المنظمة يجب أن تندفع رشقات الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية بالتناوب في المنطقة حتى يتم إعادة لصق SCP-002 بمصدر الطاقة وإعادته إلى وضع إعادة الشحن. ويجب أيضا إبقاء منطقة الاحتواء تحت ضغط هوائي سلبي في جميع الأوقات، ويلزم وجود فرق تضم ما لا يقل عن عضوين ضمن مسافة 20 مترا من SCP-002 أو منطقة احتوائه. ويجب أن يحافظ الموظفين على الاتصال الجسدي مع بعضهم البعض في جميع الأوقات للتأكد دائما أنه يوجد شخص آخر، لأنه عند الاقتراب من هذا المخلوق فإن الإدراك يصبح باهتا قليلا. ولا يسمح أيضا للموظفين دون المستوى 3 بالدخول إلى داخل هذا المخلوق، ولكن كما قلت مسبقا يتم التنازل عن هذا القانون عن طريق إذن كتابي من 2 من مسؤولي المستوى 4. وعند الاتصال مع هذا المخلوق يتم أخذ الأشخاص إلى 5 كيلومترات بعيدين عن هذا SCP للخضوع لتقييم الحجر الصحي والنفسي لمدة 72 ساعة. وإذا اعتبر الموظفون النفسيون أن هؤلاء الأشخاص مناسبين للعودة للعمل فيستطيعون استعادة الرتبة والعودة إلى العمل مباشرة. وطبعا إلى الآن أصل هذا SCP غير معروف، وحتى تصرفاته الشاذة لم يعرفوا ما هو سببها. إذا باختصار هذا SCP يتغذى على البشر ويسيطرون عليه عن طريق الأشعة. أصبت يا قاتل الضحك، ولكن الأمر الغريب، لماذا يأكل الأحياء فقط ولا يأكل الجثث؟ لا أعلم بالضبط يا زينجو، ولكن إن كان يريد الغذاء فقط فهو سوف يأكل كل شيء. ولكن ماذا إن كان هذا المخلوق ذكيا وفقط يريد قتل البشر؟ أجل، ربما يكون كذلك، إنه يريد الأحياء لكي يصنع أشياء منه مثل التلفاز وأي شيء آخر يوجد في غرفة المعيشة هذه. أجل يا قاتل الضحك، طبعا الاسم المتعارف عن هذا SCP هو غرفة المعيشة الحية، باللغة الإنجليزية The Living Room، ترجمة الحرفية الغرفة الحية. ولكن المعنى لهذه الجملة عند الأجانب هي غرفة المعيشة، أي المكان الذي يأكلون فيه. وكان هذا كل شيء عن هذا SCP. أصدقائي، SCP القادم أريد منكم أن تجدوا SCP جديد، ولكن يجب أن يكون مرعبا جدا أو على الأقل غريبا إلى حد ما. لا تنسوا أن تعلقوا بالSCP الذي تريدونني أن أتكلم عنه. والآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزول وحوش بكل مكان، جنبا تنة تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمل بصيصا.